أعلم أنك تائه. الأيام السيئة والأشخاص السيئين جعلوك تتألم، لم تعد تمتلك رغبة بالاستمرار، مشتت حزين طوال الوقت، صامت تماما من الخارج وبداخلك حروب العالم. أعلم يا صديقي، من يحبك فعلا سيتقبلك كما أنت، سيبقى معك مهما حدث، لن يتركك ويرحل عنك، سيواجه العالم بأكمله من أجلك، لن يبرر غيابه عنك بالمشكلات أو أي شيء، كل الأعذار كاذبة، من يريد سيستطيع. أنت اليوم حزين، غدا حزنك أقل، بعد غد حزنك سيزول بإذن الله، فاطمئن، لا شيء يبقى على حاله، لذا لا داعي للقلق. السلام عليكم.